جدا نعرف استخدامات الـ preposition of time أو ظروف المكان والزمان at, in, on. الفرق بين كلمة at وكلمة in إنه كلمة at تستخدم في نطاق مخصص محدد تماما، فأنا أقول I am going to sleep at my home، بينما كلمة in النطاق فيها أوسع، فأنا أقول I am going to shoot my video in رفحة. أما كلمة on فمن أشهر وأكثر الاستخدامات شيوعا لها استخدامها مع الأيام. I am going to see you on Friday.